كما يسرنا أن ينضم إلينا من نيودلهي سعادة السفير عبد الرحمن محمد القعود سفير مملكة البحرين لدى جمهورية الهند. أهلا بك سعادة السفير. طبعا جهود كبيرة ومقدرة بالتأكيد تواصل السفارة في بذلها، حدثنا سعادتكم عن جهود السفارة وما قامت به من دور خلال عملية التصويت اليوم. أهلا بك شفتي، مساء الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أود أن أرفع أسمايات التهاني والتبركات إلى المقام السامي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المؤقر حفظ الله، لسير هذه العملية الديمقراطية الذي يعكس الوعي والمسؤولية الوطنية للشعب لاختيار ممثليه، طبعا استكمالا للمسيرة الديمقراطية التي في المملكة التي أرسى طبعا قواعدها حضرة صاحب الجلالة الملك ملك البلاد المعظم حفظ الله. وأود أن أشكر طبعا وزارة شؤون الإعلام والمؤسسات الإعلامية الوطنية على تغطيتهم المتميزة لهذا الحدث الحمد لله الهام. نعم. وكذلك أود أن أشكر الله يطول عمرك اللجنة التنفيذية الانتخابات وهيئة التشريع والرأي القانوني تنسيق الله يسلمك مع وزارة الخارجية ودعم المستمر للبعثات اللي يعني سهل عملياتنا في الخارج والحمد لله، والجهود المشتركة الوطنية لهذا العمل وفي ضمان سلامة ونزاهة الانتخابات الحمد لله. أما الله يسلمك بالنسبة حق اللي قامت به السفارة من تحضير، فكان طال عمرك الله يحفظك أن قامت السفارة بتعميم مواعيد الانتخابات النيابية والإرشادية المتعلقة بالانتخابات لمواطني المملكة في جمهورية الهند عبر حساباتنا في وسائل التواصل الاجتماعي، وكنا نستقبل ونرد على جميع الاستفسارات من المواطنين المتعلقة بالانتخابات النيابية للخارج، وطبعا تسهيل الأمور لهم لهذا الحدث المهم، والحمد لله فكانت النتيجة الحمد لله جيدة بالنسبة لنا وممتازة نقدر نقول على وجه. نعم سعادة السفير، كيف هي مشاهدتكم اليوم للعملية الانتخابية؟ والله الله يسلمك، يعني احنا شاهدنا في السفارة في مملكة البحرين في جمهورية الهند مشاركة مواطني المملكة المتواجدين في جمهورية الهند في هذه الانتخابات الله يسلمك اليوم، وفتحنا السفارة على الوقت المحدد باستقبال المواطنين يعني من الصباح الباكر الساعة 8 صباحا. وكذلك القنصلية العامة لمملكة البحرين في بومبي، فكان والله الحدث يعني يسر الخاطر ويثلج السد، لأن العملية الانتخابية تمر بسلاسة، والمواطنين كانوا المتواجدين في الهند مكنهم من ممارسة حقهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم. بس أود أشير بشيء مهم جدا، أن بعض المواطنين ومثل ما تعرفون ترى جمهورية الهند ما شاء الله يعني مساحة شاسعة، هي قارة شبه قارة 29 ولاية، لكن المواطنين سعوا لهذا الحدث الهام بالسفر يعني جوا بين الولايات الهندية، السفر بين الولايات الهندية، وما كانت الرحلات اللي هي يعني رحلة نص ساعة، بعضهم يعني سافر يمكن ساعتين ونص او اكثر في الجو للوصول لمقر السفاره او للقنصليه في بومبي للاجزاء باصواتهم، وها ما يعكس الوعي والحرص منهم على المشاركه في هذه العمليه الانتخابيه وتقديم في العمليه الديمقراطيه، يعني تقدم كبير لاحظنا ان الناس جدا مهتمه أن تصوت لهذا البرنامج والعمل الانتخابي ومن يمثلهم من الشعب. نعم، من نيودلهي سعادة السفير عبد الرحمن محمد القعود سفير مملكة البحرين لدى جمهورية الهند، شكرا جزيلا لك.